هاي دار ابو مؤمن شريف. خافش ان شاء الله خير. هاي نازلين دار ابو مؤمن شريف، وهاي دار عاملين مجزرة جديدة الليلة، فحارتنا كمان دار والله. انا بصراحة الحين انا مش عارف انا وين، والدور المضروبة ها ايه ها تعال ها هذا الدمار الواسع اللي صاب منطقتنا. هذه دار اخوي ابو مؤمن شريف، هاي دار اخوي، وهي داري، دار يوسف جاسر، دار ابوي، دار اهلي، وهاي دار ابو فهد. والله محمود وين يابا؟ دار ابو فهد رايحه، ودار شو اسمه دار حسن رايحه كمان. ودار ابو جمعه لا هذه دار ابو جمعه. تعال نسلم، تعال. لا بدي اقدم. هذه جوره مش حوالي 15 متر في الارض، الله المستعان. بدي اقدم دار اي شر هنا، اي داري. استنى يا لا في شيء، لا دار اسماعيل زي ما هي، دار اسماعيل بن خالي متضرر ضرر. دار هذه دار خالك يوسف نازله، بس دار احمد جمعه مش نازله، مش هذه دار احمد؟ وينك انت؟ هاي داري، هذه يا جماعه داري، وهي دار عمي ابو رمزي، هاي اللي قبالها، وهي دار ابو خالد. نشوف دار اختي. لا استنى نشوف، هيني ماشي انا بطلع على الدمار اللي حل بالمنطقه. يبدو هذا النار اللي مشتعل من امبارح، انا جيت وكانت مولعه. يبدو هذا الباص تبع الميه، هي الباص تبع الميه، هاي باص المية، هاي باص المية، وهاي دار عمي حسن، دار أبو محمد حسن، دار أبو جمعة قايلة للسقوط، دار أبو وسيم، دار أبو وسيم رايحة كمان، هاي دار أبو جمعة برضو قايلة للسقوط، هاي دار أبو أحمد جمعة، أحمد جمعة، وهاي دار أخوي إسماعيل ابن خالي، وهاي دار محمود جمعة، أحمد جمعة داره واقفة ضهية، دار أحمد جمعة واقفة، دار اللي هو محمود جمعة، ودار أبو وسيم رايحات الثنتين. دار هذه أحمد جمعة، صحيح دار أحمد جمعة، وهاي دور أبو كريم وأبو ثامر، أو أبو ثامر سمير. هاي دار الدكتور رفيق، نعم هاي دار الدكتور رفيق. الحين أنا مضطر إني أرجع، أنا مش عارف إيش بصير كورونا. تمام بدي أرجع. هاي هذا هاي الدمار منطقتنا، هاي دمار منطقتنا ضايع. أبو جمعة، هاي دار أبو جمعة، دار أحمد جمعة واقفة، نعم. دار حسن عمي حسن، ودار
اي دار ابو خالد اسامه صلاح. وها ارض زراعيه، ارض فاضيه، ودار دار لا دار انوار اختي قاعده. هاي شارع، شارعنا ال 15 هيو. تمام، الدمر اللي صار زيادة عن الدمر اللي كان امبارح. دورنا هاي داري انا من شارع ال 15، هاي دار عم برمزي، دار عم برمزي ايضا قايلة للسقوط لان عمدانها كسرت كلهن. دار خالد ابو خالد ابو محمد خالد، خالد ابو حلمي، هاي داره. وهاي دار ام براء، هاي دار المره الثانيه ام مش عارف ايش نسيت اسمها ام ايش. وهاي داري، وهاي هاي داري، هاي دار يوسف جاسر، وهاي دار ابويا. نعم نعم، هذا هو الدمار اللي انتم شايفينه يا جماعه في حارة المصريين في الوقت الحالي. بعد شوية بهود بعض المناطق بأشوف ايش بنقدر اصور بصور. نعم، انا في طيران فوق راسي مضطر اني انسحب اهود وهي طالع.